آخر خبر معايا، مناقشات مع الكاميرون لحضور الجماهير في أمم أفريقيا. شفتوا حضراتكم حتى النهاردة في الثلاث مباريات اللي اتفرجنا عليهم، لو لقيت 1000 واحد هنا و1000 واحد هنا بتبقى مستمتع. صوت الجمهور مختلف، صوت الجمهور دايما بيوديك في حتة تانية، بيخليك تبقى وانت قاعد بتتفرج كده مستمتع بالمباراة. اتفرجتوا على ليفربول ومانشستر يونايتد امبارح، الجمهور كان عامل ازاي لما الجمهور طلع من الملعب؟ حسيته بايه لما تقارنوا الدوري الانجليزي السنه دي بعد رجوع الجمهور ليه، والسنه اللي فاتت لما ما كانش فيه جمهور؟ بتحس بمتعه اكتر السنه دي بكتير، حتى اللعيبه نفسها بتحس ان هي مستواها مختلف، مستوى اللاعبين نفسهم في الملعب مختلف. فالنهارده ده جماهير اعتقد فيوتشر كانوا متواجدين النهارده في ارض الملعب، لانه كان من حق كل فريق ان هو يبقى عنده 1000 مشجع، كان اعتقد قريب من الالف او اقل شويه لفريق فيوتشر كانوا متواجدين النهارده. فمناقشات مع الكاميرون لحضور الجماهير في امم افريقيا. الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن انه بيتلقى لجنته التنفيذيه تقريرا شاملا من وفد اللجنه المشكله لمتابعه استعدادات الكاميرون لتنظيم كاس امم افريقيا التي ستقام في يناير القادم. وفقا للبيان الرسمي فان اللجنه التنفيذيه اكدت على الحاجه الى اجراء متابعه مع اللجنه المنظمه المحليه فيما يخص بعض الامور، وقالت ايضا ان اللجنه التنفيذيه ما زالت بحاجه لمناقشه الحضور الجماهيري في بطولات او بطوله الامم الافريقيه القادمه مع الحكومه الكاميرونيه. نتمنى طبعا ان احنا نشوف جمهور في كل المباريات. الحقيقه لما تيجي تتفرج زي ما قلت لكم على الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، على كل الدوريات، الجمهور بيفرق حتى لو 1000. وخلي بال حضراتكم النهارده بعد رفع حاله الطوارئ، وهذا القرار التاريخي الحقيقي من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهارده رفع حاله الطوارئ عن مصر، بقالنا مده طويله جدا جدا في هذا الوضع. النهارده الحقيقه تم رفع حالة الطوارئ عن البلد بالكامل، وبالتالي أعتقد أن الفترة اللي جاية هيكون فيها ظهور للجماهير في كل مكان، وإن شاء الله الجمهور يبقى متواجد هنا وهنا 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 في ظل حالة الأمان اللي احنا عايشين فيها، وفي ظل حالة السعادة الحقيقة اللي كل الجمهور أو كل المواطنين في مصر عايشينها خلال هذه الفترة. نتمنى بقى أن يكون الفترة اللي جاية كمان عندنا حاجات أفضل وأفضل وأفضل في كرة القدم وفي الرياضة المصرية.